فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن المراد بالخشوع في الصلاة هي الطمأنينة الروحية والطمأنينة الجسدية. نعم، عدم الحركة وسكون القلب في الصلاة. نعم. يقول: هل يعني هذا أن من يفكر في أشياء أخرى أثناء الصلاة أن صلاته باطلة لأنه غير خاشع؟ لا، عدم الخشوع لا يبطل الصلاة، عدم الخشوع لا يبطل الصلاة، لكن ليس له ثواب، يبطل الثواب فقط ولا يبطل الصلاة، لأنه صلى وأتى بالشروط والواجبات والأركان. نعم. لكن ليس له ثواب. نعم.